طب سبت مين قبل كده؟ لا قصدك على اللي انا قلت لك عليها وانا صغير؟ لا ما اعرفش، انا بقولك انت مين سبت، مين سبتها قبل كده؟ في حد ممكن انا اكون سبته عشان يعني انا مستحمل كتير، بس خلاص تلاقيني مره واحده اختفيت من الحياه. اختفيت من الحياه. استحملت ايه بقى؟ بصي، طول ما العلاقه بين الراجل والست وصلت للنديه واحنا هنبقى اكني بتعامل مع اللي قدامي ان هو راجل، خلص الموضوع والعند. انا عنيد جدا، هات عندي هتلاقيني عاند 10. عمر واحدة قبل كده قال لك انك مغرور؟ اه اتقال لك قبل كده؟ اتقال لي قبل كده. كنت بترد تقول ايه؟ اقول انا مغرور؟ انت بتقولي حاجه عكسي. ايوه اتقال لي. شكلها اتقالت لك كتير. مرتين. ماشي. اه مرتين. مش مغرور، بس انتوا ما بتفهموش برضو، انا بحب ساعات ابقى مع نفسي واخد جنب، عايز اقعد مع نفسي. مش عايز اسمع صوت، مش عايز اسمع، انا هادي جدا ما بتكلمش كتير. فده بيتقال الشخصيه اللي بيبقى مش ساكت بس كلامه قليل وهادي، ده ممكن يتقال عليه مغرور. لا، واللي ما بيقبلش كمان، انت بتقول ما بقبلش نديه، لا ما بقبلش الندية. نقاش. لا لا ما قلتش نقاش. ده ستات على طول هتقوم مترجماه على طول. لا مش بتكلم في نقاش، لكن ان الديه هنحط راسنا براس بعض وصوتك يبتدى، مش يبتدي يعلى اصلا، يعني حته ان يبتدي يعلى دي. اه صوتك يبان بس شويه كده، يحتد. اه يحتد، ممنوع يحتد. اه ليه؟ ايوه عارفه. ها اصل انا عارف اخر، ما انت لازم تقطع الموضوع من اوله. من اوله طبعا، لان هي لو احتدت فانت سكت، صوتها يعلى. ايوه فانت سكت. اه فبعد ما الصوت يعلى وانت ساكت برضو، برضو هيوصل لايه؟ لايه؟ هيحصل لنار. فانت اساسا ما ينفعش الصوت ان هو يعلى شويه، ده مرفوض. ممكن يعني شويه لو هي معاها حق. اه لكن مش على الفاضي والمليان احنا يعني. اه بس انت ما حبيتش قبل كده؟ لا حبيت. حبيت؟ طب لو حبيتها هتستحملها؟ قلت في الاول ايه، بتستحملي مره اتنين تلاته، بتيجي وقت بتقعدي على واحده. فاهمه؟ وصلت؟ ما انت بتستحملي. وانا بحاول. لا ما انا هقول، انا بحاول. لا هقول لك، انا بركز. لا هقول لك، هقول لك. في الاول انا ما بعرفش اهين اللي قدامي. ايوه. وما بعرفش ازعق، انا باخد جنبه وبسكت. فاللي قدامي لما بسكت بيتجنن. طبعا هي عايزه تتخانق، عايزه عشان تتصالح. ما هو بتتخانق الستات دايما بتبقى كده. وانا ماسك العود. مفيش اي حاجه. تستحملي 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 تستحملي، فخلاص بقى بتيجي عند نقطه خلاص. ايوه ما انت لازم في الاول كل واحد يقول انا ما بحبش، لو سمحتي ما بحبش الصوت العالي. لما نيجي نقول حاجه نقولها بطريقه لذيذه، تبقى متغلفه بطريقه لذيذه. رقيقة، انت عايز واحدة رقيقة. اه نقول كده. اه انت عايز واحدة رقيقة. حقك على فكرة. رقيقة. انت عايز واحدة رقيقة. حقي. هنشوفك هتتجوز قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. في مشروع؟ قول يا رب. في مشروع يعني هنشوفك، اكيد هنشوفك عريس يعني قريب يعني. قول يا رب. يا رب ان شاء الله. اتمنى يعني. يا رب.